أمثال القرآن. مثل الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تصور الآية الكريمة مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة زرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث، فإذا بها قد أخرجت ساقا تشعبت منها 7 شعب، وخرج من كل شعبة سنبلة تحمل كل سنبلة 100 حبة، فصارت الحبة 700 حبة بمضاعفة الله لها. والعبد المؤمن إذا أخرج صدقته من مال حلال وكسب شريف ووضعها في موضعها المناسب بنية خالصة ونفس صادقة عن أريحية وصفاء طوية من دون من أو أذى، متى كانت صدقته كذلك كان الجزاء عليها أوفر والمضاعفة لها أكثر، إذ عطاء الله ليس له حدود وثوابه ليس له حساب معدود، فهو سبحانه أهل الفضل والكرم والجود. أمثال القرآن.